بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن السنترال الـ TDA 100. الحقيقة شفنا ازاي بنبدأ نفك الكفر من على الكابينة، وريناها لكم هي فاضية في الفيديو اللي قبل كده، وعملنا مع بعض initial setting. احنا هنعمل ملخص سريع للكابينة تاني. TDA 100، كابينة TDA 100 زي ما قلنا حضراتكم فيها 5 فري سلوت، 1 2 3 4 5، 5 فري سلوت اقدر احط فيهم اي كارت في اي مكان، مفيش تحديد معين للكروت. السنترال تي دي اي 100 سعته الداخلية 64 خط داخلي، وممكن احط عليه كمان 64 خط خارجي، بس طبعا انا ما عنديش سلوتس تكفي ان انا احط 64 على 64، فهوزع بحيث ان انا عندي 5 فري سلوت فوزعهم على الكروت. ما اقدرش احطهم طبعا الخمسة داخلي، يبقى 5 في 16 ب80، لان سرعة النهائية 64 خط داخلي. الحقيقة دي وحدة الباور بتاعة السنترال، وزي ما احنا شايفين هنا بتتوصل حط كابل البطاريات الخارجية. هو بيحتاج لثلاث بطاريات، يعني 36 فولت، وفي الحقيقة مفتاح أنا لما بركب البطاريات بحوله من وضع الأوف لوضع الأون. هنا مفتاح الباور أون أوف، وهنا بحط بلاك بتاع الإي سي، ودول الفري سلوتس اللي بحط فيهم الكروت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا التوصيل على السنترال بيتم بكابلات أنفينول. كابل الأنفينول بيركب هنا أو هنا طبعا، وهنا وهنا، لأن هو ما بيشتغلش غير بكابلات الأنفينول سواء للخارجي أو للداخلي. وهنقول لحضراتكم طريقة توصيل كابلات الأنفينول في مرة تانية بعد كده. ده أهم كارت عندي في السنترال زي ما قلنا، كارت السي بي يو. هو الحقيقة سي بي يو تون زي ما قلنا قبل كده برضو. الكارت طبعا فيه مكان للفلاش ميموري. فلاش ميموري طبعا دي أساسية لازم تبقى موجودة في السنترال، عشان عليها كل معلومات البرنامج، وده مكانها ولازم تبقى موجودة فيه. في بعد كده عندي المفتاح بتاع السيستم انشالله.